السلام عليكم يعطيكم العافية يا شباب واليوم جايب لكم الحل النهائي لمشكلة سكن الجلاكسي سكن الكيبوب اشوف كثير كثير مرة مرة كثير يشتكون من سكن الجلاكسي اللي يقول الفيزا ما تقبل وما ادري وش يجي ايرور واللي يقول لازم فيزا واللي يقول لازم بطاقة بشكل مختصر اعيد واكرر بشكل مختصر أه وش المطلوب منك؟ اول شيء جهاز جلاكسي استن بلس استن العادي ما ادري صراحة الشيء الثاني لازم لو كان معك فيزا يكون فيزا فيها رصيد الشيء الثالث لو ما كان معك فيزا عادي بطاقه عاديه مثل بطاقه بطاقه الراجحي الصرافه العاديه اللي بطاقه مدى وتفعل مثلا فيها ميزه شراء عبر الانترنت وتشتري عن طريقها اوكي هذه طبعا انا سويت في تويتر تغريده مثبتها بتويتر عن حل المشاكل هذه كلها كامله لكن الحل الاخير راح اقول لكم اياه بشكل مختصر والحلول الثانيه راح تحصلونها بتويتر في التغريده مثبته وحسابي تويتر راح تلقونه بالوصف اللي هو جوست مدريد تحصلونه بالوصف تحت طيب الحل جدا سهل شو تسوون اول شيء تدخلون لما الاعدادات حقت الجهاز اوكي بعد ما تدخلون الاعدادات او الضبط تروحون لم اللي هو زي ما تشوفون هنا على اليسار جنب المكبر هذا في صوره لكم انتم حاطينها او ما حطت الصورة. انا حاط صوره اوكي اللي هو التوست هذا طيب بعدين راح تحصلون تحت مره اذا نزلتوا تحت اوكي بتحصلون شيء مكتوب عليه طرق الدفع تضغطون عليها وبعد ما تضغطون على اللي هي حقه حاجة... اللي بطرق الدفع راح يطلب منكم الان تضيفون بطاقة الدفع الخاصة فيكم سواء بطاقة الراجحي سواء فيزا طبعا اتكلم بطاقة الراجحي اكيد اللي داخل السعودية فقط لكن فيزا آه اللي هي مثلا داخل السعودية وخارج السعودية بشرط بشرط الفيزا لازم يكون فيها رصيد اقل شيء عشرة ريال احتياطا طبعا راح يسحبون منه ثلاثة ريال او اربعة ريال يعني بالدولار خلنا نقول حط فيها مثلا خمسة دولار احتياط يعني هذا اقل شيء يعني اوكي بعد ما تسوي هذا كله اذا ما ضبط معك او اذا ضبط معك لا تدخل اللعبه لا تشري ابد اوكي لا تسوي هذه كلها احذف اللعبه اوكي اللعبه اللي مكتوب عليها فورتنايت والشيء الثاني احذف اداه تثبيت فورتنايت في الجالكسي راح تحصل شيئين في شيء اسمه اللي فورتنايت وفي شيء ثاني اسمه أداة تثبيت فورتنايت الثنتين هذول يحذفهم أوكي بعد ما تحذفهم تروح لمتجر جالكسي اللي هو جالكسي ستور وبعدين تحمل اللعبة من جديد أداة التثبيت وأعيد وأكرر أداة التثبيت وفورتنايت كلن تحذفن الشيئين ذولي واللي ما فاهم إن شاء الله إنه شرح كله واضح وفا يعني واضح مرة ما يحتاج يعني أكثر من كذا تفصيل هذا الحل النهائي بس أعيد وأكرر قبل تسوي الخطوات هذه كلها احذف اللعبه واحذف اداه التثبيت وبعدين سو الخطوات هذه كلها او العكس كلها سوا ما تفرق عادي احذف اهم شيء تحذف اللعبه وتحملها من جديد وتسوي الخطوات هذه الاداه التثبيت اداه التثبيت لازم تحذفها وان شاء الله نبي يضبط معكم والفيزا اذا اذا بتدخل فيزا لازم يكون فيها رصيد وبس هذا الشرح يعني بشكل يعني يعني مختصر أه واذا في اي سؤال اي استفسار راح تحصلون بحسابي تويتر تغريده مثبته فيها حل كل المشاكل بالصور وكل شيء راح تحصلونه بحسابي بتويتر واللي ما فهم يجيني على تويتر ولا على الانستغرام راح اشرح وراح احاول اساعده قد ما اقدر وفي امان الله